منذ ساعات الصباح الأولى بدأت الموجة الأولى من هذه الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، استهداف لعدد من المواقع العسكرية في مختلف المدن الأوكرانية، وكذلك استهداف المواقع العسكرية والمطارات. وزارة الدفاع الروسية تقول أنه حتى الآن تم تحييد سلاح الجو وسلاح الدفاع الجوي الأوكرانيين، وتقول كذلك أنهما باتا خارج الخدمة، وتتحدث عن تعطيل كامل لكل المطارات المدنية والعسكرية هنا في أوكرانيا. في هذه اللحظات هناك تزاحم على المحال التجارية وكذلك على البنوك، وهناك حالة من الفزع وحالة من الخروج في الشوارع في كل مدن أوكرانيا، حتى في العاصمة الأوكرانية كييف. Ancora non si sveglia.